نحن هنا في منطقة كانت يوم من الأيام مليئة بضحكات الأطفال وصيحات الباعة وأحاديث الرجال والنساء، فقد اشتهر هذا الحي باللحمة الاجتماعية بين أهله، فتظن أنهم عائلة واحدة، حتى أنهم على الهوية يحملون نفس الكنية الكردة. كل هذا قبل أن تزوره قذائف ودبابات الأسد وصواريخه واقتحامه عدة مرات من قبل الجيش والشبيحة، يترك الحي محملا بكل هذا الدمار وترحيل أهله. فلم يبقى في هذا الحي إلا بعض أبنائه الذين قاموا بتحرير هذا القسم منه والبقاء فيه، وتحول هذا الحي إلى ساحة يومية للمواجهات بين الجيش النظامي والجيش الحر. هؤلاء الشبان الذين بقوا في هذا الحي للدفاع عن هذا الحي من أيدي الشبيحة. يا أخي، وين أهالي الحي؟ أهالي حي الأكراد في مدينة تلكلخ نزحوا جميعا، ولم يتبقى وهم حوالي 6000 نسمة، ولم يتبقى منهم سوى هؤلاء الشبان الذين بقيوا في هذا الحي للزود عنهم، فقد فضلوا اللجوء إلى لبنان والجلوس في المدارس، العيش في المدارس تحت وطأة الفقر وسوء المعيشة، أو إلى النزوح إلى داخل سوريا والعيش في المناطق الأكثر أمناً. وبقي الحي خالي من السكان كما ترون، إلا ما رحم ربي وهؤلاء الأبطال الذين بقيوا في هذا الحي للزود عنه. ويصر أهالي مدينة تلكلخ على إطلاق اسم حي الشهداء على حي الأكراد نظراً لما قدم من شهداء، فهو ساحة المواجهة الأولى مع النظام وشبيحته الذين يجلسون خلف هذا الساتر. من هذه الناحية يقع حاجز للمخابرات الجوية في مؤسسة المياه، أما من هذه الناحية فتقع مجموعة من الشبيحة يقودها شخص يسمى سائر كرير، وهو يقوم بإطلاق النار والقذائف الهاون، ويوجد عنده على الحاجز مجموعة من الجيش ودبابتين تقوم بإطلاق القذائف الحية على أهالي هذا الحي. وهذه بعض قذائف الار بي جي، وهذه بعض قذائف الار بي جي التي يقوم بإطلاقها علينا الحواجز الأمنية في المدينة المتواجدة على الأطراف. ما سبب وجودكم هنا رغم المعارك الشرسة في هذا الحي؟ يعني إذا بدنا نروح لوين بدنا نروح؟ نروح نقعد بالمدارس بلبنان يتحننوا علينا اللبنانيين وتحنن علينا الأمم المتحدة؟ لا، نحن باقين هون. أو بدنا ننزح نقعد بالمدارس عالي على الناس؟ نحن باقين هون، والأبطال من الجيش الحر ما لنا أحسن منهم، راح نضل معهم ونساعدهم ونقدم لهم المعونات وندافع معهم، لأنه هاي بيوتنا وهاي أرضنا، ونحن هون بإذن الله باقين حتى النصر أو الموت. لا، هذا الحي جزء من معاناة مدينة تلكلخ التي ترزح تحت الاحتلال الأسدي الغاشم والغالي، وبإذن الله ننتصر أو نموت. بإذن الله نحن أبناء الحي نعاهد الله ونعاهد الوطن على البقاء للزود عن هذا الحي، وكما تقول الأغنية التي نحبها جميعا، سوف نبقى هنا بإذن الله منتصرين. تكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.